أهلا بكم مشاهدينا، مستمرين معكم في هذه الظلال الوريفة والظلال الندية بالتأكيد، ويستمر المشوار الفني عبر هذه الأمسيات الجميلة وعبر هذه الاتكاءات على قناة الشروق. وفي هذه المرة نستضيف واحد من الفنانين الشباب، الشفيع الحاج علي، موجود معنا، حيردد عدد من الأغنيات وحيقدم جميل الألحان والمفردات. أنا سعيدة بك جدا ومساء الخير. مساء الخير عليك. تحية. مساء الخير على المشاهدين كمان. جايين من وين؟ إن شاء الله نطلع. خرطوم، درمان، بحري. والله خرطوم قريب جنبكم هنا. خرطوم من وين؟ الدرجة الثالثة هنا. يا سلام على الامتداد. الله يديك العافية. أنا بحب الامتداد جدا طبعا. يا سلام. لأني مولودة فيه. حلو خلاص خلاص. لك التحية. ولا تحلوا هذا. إي لك التحية والتقدير. كوستي واحدة من المدن السودانية الجميلة، فيها تراث وفيها إبداع وفيها تفاصيل مختلفة. أنا بفتكر إنه كوستي عندها زي ما بقولوا بصمة على شخصية الفنان الموجود معانا الشفيع الحاج علي. والله بالتأكيد طبعاً هي كوستي، أنا بحيي ناس كوستي كلهم من هنا. هي المدينة أنا تولدت فيها، وهي قدمتني فنياً، وأنا بتمنى إنه أكون يعني قدر الحاجة اللي هم خدتنا لي يعني. يا سلام. لكن كوستي ساعدني كثير. يا كوستي طبعاً إغاعتمتم نحن طلع من عندنا من كوستي. من كوستي جميلة. فهم مشبعين بالموسيقى، يمكن يعني تجيب من الجمهور تلقاه بيغني عادي يعني. يا سلام. فبتمنى إنه أكون قدر الحاجة اللي هم غدين. دائما أنا قاعد أقول البدايات اللي فيها تكوين وفيها بيئة يعني ممكن تكون مشبعة في التراث وفي الإبداع، وفيها أسر دائما مهتمة بالمجالات الإبداعية، دائما بتنجب لنا فنان بيكون مختلف. قبل نتعرف على الشخصية أكثر وندخل أكثر في شخصية الفنان الموجود معانا اليوم الشاب الشفيع الحاج علي، حنسمع واحدة من الأغنيات نفتتح بها الفقرة وهذه الاستمرارية للمشروع الفني في السودان إن شاء الله يا رب. هنغني شنو؟ هنغني الصورة، كلمات شاعر مرحوم ربنا يرحمه بسم الله حسن الزبير، أداء والحان أستاذ طيب مدسر بن حيوم من هنا، وإن شاء الله نسمع و... إن شاء الله نحكم بعد ذلك. نعم. مشكلة إن شاء الله. تفضل. تغطي الصورة صورة، كيف تغطي الصورة صورة، ردنا داك يا سيدي كله يبقى ماضيك بالضرورة. ترجمة
ودم قلبي بكي الريد عيونه هل عرفته ما بتندم الليالي القاسي طوله صحيح رامي ومهند قلبي بكي الريد عيونه هل عرفته ما بتندم الليالي القاسي طوله قلبي مبروك يا انت بتبيع المشاعر والبصر دون البصائر والاصل ما بيبقى صورة بتبيع المشاعر البصر دون البصائر والأصل ما بيبقى صورة. فعلا الأصل ما بيبقى صورة. التحية والتقدير على هذا الإمتاع وهذا الجمال وهذا الأداء. ودائما المواهب الجميلة بتبدأ منذ صغر، ودائما الشجاعة الأدبية بتبدأ من الدورات المدرسية أو من المشاركات عبر طابور الصباح المجلة الحائطية. التفاصيل اللي بيكتشف فيها المبدع دائما نفسه منه صغير. كلمنا عن المشاركات دي. الله يا أخي، بدايتي زي بداية أي مبدع سوداني، نقول يعني مراحلنا واحدة كده بتكون خلال المدرسة. يعني من الأساس كده طابور الصباح كنت ثابت في الطابور الصباح يعني لكل الفصول. يعني أنا في رابع بشتغل في البرنامج بتاع تامن، فبعد ذاك ثانوي بدأنا في الدورات المدرسية الحمد لله، وكانت إضافة شديد الحمد لله. بعد ذاك الحفلات الحي برضو. قبل الجامعة يعني قبل الجامعة حفلات الحي كده والأصحاب. فبعدها وصلت الجامعة كده بديت الكوره. لا ما غنيت كوره، كنت في فرقه بتاعت مديح. كنت في مجموعه بتاعت مديح ايام الثانوي، لكن ما استمريت كثير. ففتره الجامعه هو كان في الاحتكاك اكثر بمهرجان الابداع الطلاب الجامعات المعاهد العليا. فالحمد لله انا فايز بثلاثه سنين ورا بعض، ثلاثه ميداليات في الغنى الحديث. الغنى الحديث نعم. فبعد الجامعه هو الحمد لله بدأت الانطلاقة الحقيقية زي ما بقوله. أعلنت عن نفسك كده يعني بديت أعرف مشروعي. جيت شاركت في برنامج اسمه نجم الموسم، فزت به برضه الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. بعدها سبتني في الخرطومين يعني بعد ذلك قعدت، فالحمد لله. يا سلام. وأنا بفتكر إنه دي بدايات جميلة جدا وموفقة جدا الله. والمشوار الفني ده إحنا بنقول عليه هو مشروع كبير، لأنه فيه الاستمرارية بالتجديد بالتحديث بالمواكبة وبالمتابعة وإدخال الآلات برضو الحديثة، الاهتمام بالأعمال الخاصة ممكن يقدمها الفنان الشاب. طبيعي جدا أنه هو يظهر على أمجاد الكبار، ولكن بعد كده بتظهر تفاصيل أنه كيف أنه يقدر يعمل يعني على أنه يطور نفسه من خلال الأعمال الخاصة، من خلال اكتشاف المواهب الأخرى الممكن يعني يعيش فيها. بقيت نجم الموسم، أوصف لنا شعورك في الفترة دي. والحقيقة نجم الموسم الجائزة بتاعته كان تذكرة بتاع الطيران ذهاب وإياب لمصر. يا سلام. في إحساس أنك أنت مسافر يعني تكاليف هنا دوق لي عشان أنت فنان. الموضوع ده كان شوية كده دافع قوي شديد. فالحمد لله نجم الموسم ذاته أنا احتكيت بموسيقيين يعني منهم عليه رحمة الله يعني أستاذنا كردفاني عبد الله كردفاني ربنا يرحمه ان شاء الله. واحتكيت بهم وهم كانوا اضافه حقيقيه بالنسبه لي يعني في المجال يعني.
فممكن نقول هو البوابة لشوية احترافية اللي عندنا حس يعني، هو كان نجم الموسيقى. فبعد ذاك بدأت أكون في مشروعي يعني أشوف. هنتكلم عن مشروعك ده، وفي اتهامات خطيرة جدا على الفنانين الشباب على فكرة، إنه عندهم تقول على الفنانين الكبار. ما حد جاوب، هنسمع عمل هنرجع نجاوب، رأيك شنو؟ ما في مشكلة. ولا براك نسيت عشرتنا ايام الصفا، في الفتى كان زاد العمر بذريات الوارفة. اغروك ولا براك نسيت عشرتنا ايام الصفا، في الفتى كان زاد العمر ظريات من الوارفة. الليلة تتذكر تجور للحظة تنسى المعرفة. الليلة تتذكر تجور للحظة تنسى المعرفة. أنا عمري ما فكرت يوم آخر مطاف ما يكون يفا، أنا قلبي ما بعرف خصام يا ناسي أيام الوفا. أنا قلبي ما بعرف خصام يا ناسي أيام الوفا. وفا وفا We'll be right back.
جوز وفي ظلم الأحباب هذا الأداء. وقبل الأغنية تحدثت عن تغول على يعني الفنانين الكبار وعلى غنائهم بدون ذكر الحق الأدبي بالنسبة لهؤلاء الفنانين، ما كل الفنانين ولكن نتكلم عن البعض. ليه احنا دائما بنغني وده شيء طبيعي ونردد الغنى المسموع ونعيد مجد الكبار، لكن ما نذكر حقهم الأدبي؟ أنا بفتكر إن دي حاجة ما جميلة. الله يا أخي السنة الوزارة تغول على حياتي ما هرضى أكيد طبعاً، لكن هم معبر لنا يعني، لأنه هم نحن الطريق ذاته بناخده منهم هم يعني، فكون أنا جاي أغني أغنية لي مثلاً حسب أغنية الفاتت يعني، فبعتبر إضافة لنا يعني. أكيد. فأبسط حاجة أنا أعملها أذكره يعني، لكن أحياناً بيكون الوصول لهم صعب يعني، مثلاً ما بيكون في امكانيه انك تصل ل مثلا الفنان اللي انت عايز تغني له ده، او الشاعر او الشاعر او الملحن او كده، فممكن عن طريق ال 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 قبل ما تغني الاغنيه ممكن تستاذن يعني، صحيح. او تقدم اعتذارك او تستاذن منه يعني، فما صح انك تغني وما تذكر حقهم يعني الادبي. ممكن تغني، ممكن انت ذاتك يعني عشان الجمهور يتقبلك تبدلي بالحاجة اللي هو بيحبها. أكيد طبعاً. عشان بعد كده يميز صوتك أدائك. في بعض يعني الصولات مثلاً أو التفاصيل اللي بتدخل في تحديث بعض الأغنيات المسموعة، أنت معاها الحاجة دي؟ والله يا أخي مثلاً الغنى الشعبي أو الحقيبة بتتقبل. مستحمل. أيوة بتستحمل الحان جديدة كده وبتاع. لكن الغنى الحديث لا. هو ما محدث أصلاً. ما لكن تضيف أداء. لكن بنلقى في يعني بعض الفنانين الشباب بيضيفوا حاجات. والله يمكن الموضوع يكون بسيط بس إس دخلة أنترو قفلة كده، لكن اللحن ما خلاص ما منوت بقى ما قاعد كده موجود، فما بساهر إنك صح. يعني تعدل فيه يعني. لأنه بيلقى رفض يعني. أكيد دايما. طبعاً يعني مستحيل أنا أعدل أغنية لوردي مثلاً. لأنه هي دي خلاص دي بقت قاعدة. مصممة كده يعني. يعني مثلا لو في اغنيه فيها طلعه في طبيعتها. أيوة. او ما فيها مثلا القى فنان بيغنيها وطالع في الاخر كده يعني بيختم بطلعه مثلا في الكلمه او في اللحن او كده، فانا بلقى احس ان التفاصيل تغيرت بالنسبه لي كمستمع. ايوه تغير طبعا، ما يلا ده الاداء هنا تغنيها بنفس الاداء بنفس الطريقه، لكن قلت لك بنضيف بس في المزيكا مثلا نعمل اس وقفه او نعمل ضربات كده، لكن في الاداء صعب يعني ما صعب بتتغير تماما. أيوة بتتغير تماما. ده التشويه بيبقى تشويه هنا. نسمع حاجة. ما أعرف مشكلة. نسمع جدا. نسمع زيد الحبايب. كلمات وألحان الشاعر الجميل أيمن بشير. نعم التحية. الأغنية دي في الاستديو بالمناسبة. يا داب لسه إحنا نزلنا لها تراك يا داب. يا سلام. فأول مرة طازة يعني. طازة. نحن طبعا محظوظين جدا. الله يا أخي أنا محظوظ إنه لقيت مساحة أقدمها بيها. شكرا لك. إن شاء الله قدم إن شاء الله تلقى القبول والاستحسان على قناة الشروق على ظلال العصير. شكرا لك. إن شاء الله يا رب.
والله حرام عليك ويا سيد ما تغدر شوقي ليك ويا سيد والله حرام عليك ويا سيد ما تغدر شوقي ليك ويا سيد ومين حال دير علي بنوم انا واصحى بيك ويا سيد الحبايب وين لك مت غايب يا سيد الحبايب أنا بالأشواق بجاهر يا سيد وطولت ما ظاهر يا سيد أنا بالأشواق بجاهر يا سيد وطولت ما ظاهر يا سيد مين حال دير علي مساهر وطرفي زاهر يا سيد الحبايب غايب يا سيد الحبايب والله حرام عليك ويا سيد ما تغدر شوقي ليك شوقي ليك ويا سيد انا مين حال دير علي بنوم انا واصحى بيك ويا سيد الحبايب وين لك مت غايب يا سيد الحبايب الحبايب ان شاء الله الغيبة مو طويل ان شاء الله يا رب شكرا لك على هذا الاداء شكرا لك على هذا الجمال واحنا في ختام حوارنا يعني انا عرفت انه نضوجك الفني كان متزامن مع جامعه الدرمان الاهليه يمكن دي كانت فتره مهمه جدا دب خليني اسال يعني الفنان الموجود معنا الشفيع الحاج عن ماذا يرتكز مشروعه الفني في الفتره القادمه على الخاص يعني والله يا اخي انا بتمنى انه اقدم مشروع يعني يكون اضافه للغنى في السودان عموما يعني واخطو خطوات الناس القبلين يعني الكبار وضعوا بصمتهم وحاجاتهم يا سلام فبتمنى انه انا اصل المرحله دي بشكر الشباب دي اللي عنهم مدعميني شديد جدا يا سلام بيعملوا معي في حاجات كويسة أيوة. نعم. كيف بقيادة أخونا عثمان تغطي ده من الدراع اليمين لمحمود زي ما بقوله فرقة المورز والموسيقار بكري التوم يعني وحسن فقاعدين نعمل في حاجات إن شاء الله تبقى لنا مشروع واحد يمشي بالي قدام ومع الجو الحاصل يعني هو بنعاني إنه نوصل حاجاتنا
صحيح، خصوصا ان الفن بقى رساله اكثر من اي حاجه. احنا مجتمعنا فيه تغيير، محتاج لكل دروب الفن المختلفه انها كيف تكون رساليه وتخدم المجتمع. اكيد طبعا، يعني هسي الايام دي مثلا في الموضوع بتاع المخدرات الايزا، فبتمنى انه انا ان شاء الله في الايام الجايه دي اطلع عمل توعوي كده، يا سلام، انه يساعد في الـ في الـ في الـ 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 يدي فكره عن الموضوع ومدى خطورته وحاجاته كده. صحيح، بشكل توعي، يعني قالب توعوي. اي، في قالب توعي، لانه بيتصل سريع كده، يعني كنا عمل لهم بمزيكا كده ظريف كده توصل. يا سلام. فالمشروع هو الافكار كثيره فيه، لكن ان شاء الله ربنا يعني يوفق انه نوصلها. يعني اللهم امين ان شاء الله رب. الشفيع الحاج علي، سعدت بتجربتك، وجودك معنا في استوديوهات ضلال الاصيل. حنودع المشاهدين بلحن اخير نختم اول، ونودع بلحن مختلف بالتاكيد من خلال تجربتك المختلفه وادائك المختلف. كل مشاهدينا اللي رافقونا من خلال هذه الحلقه التي ابتدرناها بواحده من المبادرات الطوعيه الانسانيه الجميله جدا، كانت مبادره دكتور جلال حامد سودان بلا ايز، وايضا تحدث عن تجربتي، التجربه بتاعته الابداعيه في انتاج المسلسلات الدراميه، وايضا فنان تشكيلي مختلف معتز جاه الدين، كيف كان بيشتغل لوحات جميله جدا بالحبال. يعني احنا شفنا كيف كانت الاعمال مختلفه، واخيرا تجربه الفنان الشاب الشفيع الحاج علي. سعدت بكل التيم العامل اللي رافقنا من خلال هذه الحلقه. شكرا للمتابعه والمشاهده. بكره فريق جديد مختلف يقدم بالتاكيد فقرات وحلقات مختلفه من ظلال الاصيل. كونوا معنا دائما من خلال هذه المساحات المسائية. شكرا للمتابعة. جمال ما خد شموخ بلدي وسحب لي الزرع رجال بريء
ويوم بالصدفة نتقابل بالصدفة نتقابل يبادلك من عيوني سؤال وتعملي انت زي ناس يا تعملي انت زي ناس يا إذا عيب خاطري حسن الفال يوم بالصدفة نتقابل أدرك من عيوني سؤال وتعملي انت زي ناس يا تعملي انت زي ناس يا تداعب حزن الفال امد ايديها يا رب لي تفوت تنساني لا لمحال جميل ايديها تمد ايديها يا رب لي تفوت تنساني لا لمحال عمز ليخ انا وريت انا وتفرح الاطفال بريد كتير بدع سيدي ايديا حسيب عيني فوق ايدك كتير بدنا سيدي ايديا حسيب عيني فوق ايدك قد عيونك احلى كلام تعيد به يوم عيدك قد عيونك احلى كلام حبريه